مشاهدينا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. والغربة كما يقال عنها الغربة كربة، فيها كتير من المصاعب وكتير من الألام، ونظرا لأحداث كتيرة في بلدان كتيرة، يعني زي بلدان الربيع العربي في ناس اضطرت إنها تكون موجودة خارج بلادها وخرجت غصب عنها وتغربت. هنتكلم معاكم عن الغربة وإزاي نكون وإحنا في الغربة مغترب ولكن فعال، مش مغترب قاعد مكتئب. هنعرف مع ضيفنا الفاضل الباحث الإسلامي عباس شريفة. أهلا بك يا فندم. حياكم الله الإخوة المشاهدين، بارك الله بكم جميعا. أهلا بك منورنا. أستاذ عباس، خلينا نتكلم معاك الأول عن مفهوم الغربة، لأن في غربة وفي اغتراب، والناس فاهمة أن الغربة هي الاغتراب. خلينا نشوف الفرق ما بين الاتنين وأثره علينا إحنا كمغتربين أو مغتربين. طبعا الاغتراب يعني من الفعل القسري، عندما يفرض على الإنسان أن يهجر وطنه وأهله ودياره، ويعني يهيم في أرض البعداء وفي يعني بلاد الله الواسعة. أما الغربة يعني هي البلد الذي ممكن يكون اختيار من الإنسان الذي سافر لعمل أو لدراسة أو لتجارة، وهو يعني غالبا يكون بإرادته، يعني يكون بإرادته ويكون يعني مؤقتا، يعرف حاله بعد سنة سنتين هو حيعود إلى دياره، فدائما يعني آمال العودة حاضرة. أما المغربين قسريا الذين هجروا بفعل الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والحروب والكوارث والفتن، فهؤلاء يعني بتقادير الله عز وجل يعني كل يوم تعللهم الآمال، لكن يبقى الأمل دائما بالله عز وجل. حتى أصعب من الاغتراب هو يعني كما يقول ابن القيم الجوزي، يعني عندما يتكلم عن الغربة الروحية، يعني الغرباء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يعني يعيشون في حالة من الغربة الروحية، حتى وهن جوات المجتمع في ظل الاستبداد السياسي والقهر السياسي. لما تعيش في هذه الممالك المغلقة المظلمة التي يعني يعلو فيها صوت الحكم العسكري، تحس حالك في غربة روحية. صحيح أنت في وطنك، لكن أنت غريب حتى عن نفسك. ده نوع من أنواع